دي العقارة عالية جدا عندنا زي ما انتوا شايفين، ما بقتش شايف. فهنعمل كذا خطوة بقى عشان ننضف العقار. أول حاجة طبعا عملتها اس تي بي اتش كده يا أسامة. أول حاجة بتعملها لما بتلاقي العقارة بتقيس البي اتش. العقارة بيبقى ليها سبب من الاتنين، يا إما بي اتش زايد وهنا مش زايد، هنا مظبوط بالظبط على 7.2 و7.6 وده معناه إن بي اتش صح. تاني حاجة المفروض أعملها بقى في ايه، حاجات مواد صلبة مذابة في المية، فهعمل ايه؟ هفك الفلتر وانضفه. تعالى كده يا اسامه، دي بتاعه الفلتر. بتاعه الفلتر دي دايما بيبقى فيها رواسب كتير قوي، فهحط عليها الشبكه. هقول لكم ليه انا حطيت الشبكه، وبعدين هرفع الفلتر بتاعي لفوق. لو سبت الفلتر اللي تحت وفتحت، هات بقى الفلتر يا اسامه، ابعد شويه عشان الفلتر. لو سبت الفلتر اللي تحت وفتحت، الميه كلها تجري من الفلتر. لما خرطين بتبقى اعلى مستوى الميه، الميه بتعكس تنزل بقى على ايه، على الناحيه. بفتح الهواء، المفروض الميه كلها بترجع. ليه انا بغطي دي؟ عشان دي ممكن يبقى فيها شويه حاجات، شعر مش عارف ايه الكلام ده كله. فلو رجعت معايا مع الميه اللي راجعه ما تبقاش ايه، بدلت الميه ظهرت. بس بصوا الكارتج عامله ازاي، ده اكبر دليل ان الدنيا ايه، عكره. مهما بقى دورت في الفلتر عمره ما ينضف. دي مشكله الكارتج الورق. طيب تاني حاجه، هدلق الميه بره البسين، ولازم ده يفضل فوق على اعلى من مستوى الميه. ده لو نزل تحت مستوى الميه هتقول الميه كلها مدلوقه رجع في. بص زي التوتر السطحي، بص سمحت كده، شايف الميه رجعت عليها على طول. فانا طبعا رفعت عشان خاطر الميه ما تبقاش، وبعد كده حطيتها لو منها على الارض تعمل مره. سبت نسيت انا واسامه بهدلناها الدنيا. مين اخد الشبكه بتاعتي تاني وايه وقتها. خلاص ناخد بقى الفلتر ده نغسله، ده اللي احنا عاملين الفيديو عليه. هات يا استاذ تعالى. اثبت؟ لا لا تعالى تعالى. انا مشغل. ماشي. طب كمان محدش يجي. بص تعالى الفلتر الناحية التانية. اوكي. ايوه. لا تعالى هات كده. ماشي هات من جنب يعني. تعالى قرب بس يا استاذ. ما تخافش يا بابا بس عشان ما يتبلش بس. فدي الحته، تعالى اسامه قرب. فدي الحته اللي اتغسلت اهي، الميه اتفتلت. تعالى كده خلاص. فدي حته الميه ايه اتغسلت. اقفل بقى اسامه خلاص. نضفنا الفلتر، ده شكل الفلتر بعد ما نضفته. خلاص هنركبه بقى. الفكرة ان انت لما تيجي تركب الفلتر في كام خطوة هتعملها يعني. ثانية واحدة. طبعا عشان بس ندخلنا الفلتر مكانه. قبل ما ننزل، قبل ما تنزل الفلتر عاد لازم تكون قافله. لما تيجي ترجع فلتر مكانه لازم مكان الهواء يبقى ايه؟ مسكوب. تقفل بس ده بتاع الميه. اه لازم اورنج يبقى راكب طبعا. وما تقفل اقفل بس ايه؟ فتحه الميه. وسيب فتحه الهواء كده ايه؟ لوزي. عشان خاطر ما ينزل تبتدي الميه تسحب ويطرد الهواء. تقعد الميه بتجري ايه؟ كل ده الهواء بيخرج. ده اي دايره ميه في الدنيا لازم ما يبقاش فيها هواء. بس طرد الميه، طرد كده طلعت ميه شويه بس، وبعدين نزل زيتين كده نفتح تاني هواء. بعدين بنفتح الدايره نشغل الكهرباء عليه 10 دقائق كده ونقفل وناخد هواء تاني. ناخد هواء ازاي؟ نفتح فوق هنا المفروض يطلع هواء لغايه ما تطلع ميه. اول ما تطلع ميه كده يبقى خلاص خلصت. 10 دقائق وتاخد له هواء، يعني تاخد له هواء حوالي مرتين ثلاثه على ما الهواء اللي في الخراطيم كله يهرب بره الفلتر. بعد ما بنعمل كده في خطوه اخيره بعملها. انا جايب شبه، انا في هي كذا مرحله، بتنضف فلتر بعدين جايب شبه هبتدي ارميها في البسين بتاعي. دي المفروض هتقعد لي كل العوالق المذابه في البول على الارض، يعني ممكن كمان 3 4 ساعات كده مع دوره الفلتر ابتدي الاقي ايه، الأرضية بقى فيها خطوط سودا بقى، هي دي كل العوالق بتاعتي. خلاص؟
بصوا دلوقتي احنا المفروض فات حوالي ساعة ونص او ساعتين، زي ما انتم شايفين ارضية حمام السباحة بانت بعد ما رمينا الشابة وعملنا الدورة. الفلتر لسه شغال اهوت، المية بقت، العقار ابتدت تروح منها، كانت المية كلاودي خالص، بس زي ما انتم شايفين الارضية بقت مليانة رملة وطينة. طبعا الرملة والطينة دي احنا هنخش دلوقتي نكنسها، نجيب المكنسة ونكنسها. هنعمل طريقة اللي هي الطريقة الاكتر طريقة موفرة، موفرة مجهود وفلوس. هو الطبيعي ان انت بتاخد المكنسة وتدخلها على الفلتر، ده الان بتاع الفلتر، والفلتر يدورها. طبعا احنا مش هنعمل كده لان دي برضو عملية مجهدة شوية على الفلتر الصغير ده، انك تقعد تفك وتركب. احنا هنكنس الارضية بتاعتنا على بره على طول، هنوريكم الطريقة دي.